بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك خلت
سنة الأولين ولو فتحنا قد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم
إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع
الحاصلين. قال هذا صراط علي مستقيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني.
واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها في ذلك لآية للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما وما خلق
واعبد ربك حتى
حتى يأتيك اليقين.